بالنسبة لخان يونس، طبعا إسرائيل تركز على خان يونس باعتبار أنه المعلومات الاستخبارية تشير بأن على ما يبدو قادة حماس موجودين في خان يونس، وربما قسم من المخطوفين والأسرى موجودين هناك. ولكن بالنسبة لرفح، طبعا هذا القسم الثالث من العملية العسكرية من ناحية التخطيط العسكري، ولم تتم عمليا نجاح الحرب أو الحصول على أهداف الحرب لن يتم إلا إذا تم عمليا الدخول إلى رفح. ولكن هنا تكمن المشكلة من عدة نواحي. من الناحية الأولى، أكثر من مليون فلسطيني، 1,300,000 فلسطيني موجودين هناك، وهذا يعني عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين، وهذا يتعارض طبعا مع موقف المحكمة الدولية كما سمعنا في الفترة الأخيرة. والولايات المتحدة الآن تعارض بشدة هذه العملية. طبعا بايدن لا يريد بفترة الانتخابات أن يضعف نفسه زيادة عن اللازم، وخصوصا أنه موجود الآن في علاقات شائكة مع إسرائيل وربما مع حكومة نتنياهو بالذات، وربما هناك خلافات حادة كما رأينا في زيارة بلينكين الأخيرة. والنقطة الأخيرة طبعا هي مصر، ماذا سيكون الموقف المصري؟ مصر تعارض بشدة نزوح فلسطينيين إلى الأراضي المصرية، هي تعارض بشدة أي عملية عسكرية في فيلادلفيا. ولذلك الآن نحن نرى أن المفاوضات بين المركبات الحكومة عمليا وحكومة الحرب محتدة جدا في الكابينيت الإسرائيلي. نعم، طيب ما هي التداعيات الإنسانية التي يمكن أن نشهدها في مدينة رفح دكتور سليم؟ يعني خاصة ذكرت حضرتك يعني أنه رفح تضم الكثير من النازحين، يعني هي مدينة صغيرة وتضم عدد كبير من النازحين وأيضا السكان الأصليين، وهم يعانون أساسا من فقدان مقومات الحياة. نعم، المدنيين طلب منهم الانتقال إلى منطقة رفح ووعدوهم بأن هذه المنطقة ستكون منطقة آمنة. الآن ما تقول إسرائيل إن حسب القوانين، قوانين الحرب الدولية، فهي تستطيع أن تطلب من هؤلاء الانتقال إلى المركز أو إلى الشمال لتكون المنطقة فارغة وتستطيع إسرائيل القيام بالعمليات العسكرية. ولكن هنا نقطتين، النقطة الأولى نحن نتعامل مع سكان غزة وكأنهم بضائع ممكن نقلهم مرة إلى الجنوب ومرة إلى الشمال، هذا غير منطقي وهذا غير لا يمكن أن يكون. القضية الثانية، هل يستطيعون فعلا الانتقال بهذه السرعة؟ وإذا تم هذا، ألن يتم أيضا انتقال عناصر من حماس؟ أي أن إسرائيل في هذه العملية لا تضمن نجاحها كما هي لم تنجح حتى الآن في شمال قطاع غزة مثلا. ولذلك نحن نرى المعارضة الشديدة الأمريكية. القضية الإضافية طبعا باعتقادي أنه هذا يضيف إلى الصور المؤلمة جدا للضحايا، وعمليا الولايات المتحدة لا تريد هذه الصور، ليس لاهتمامها بالفلسطينيين وبأرواحهم، وإنما لأن بايدن موجود في فترة انتخابات وهذه الصور قد تضر بالكامبين الانتخابي له في الفترة الحالية. نعم، إضافة إلى النقطتين التي ذكرتها دكتور سليم، أضيف إليها نقطة ثالثة، يعني إذا ما تمت هذه العملية ويعني توجه هؤلاء المدنيين إلى الحدود المصرية إلى باتجاه سيناء، يعني ما الذي يمكن أن نشهده؟ خاصة يعني ما هي التأثيرات مثل هكذا تحركات أو مثل هكذا خطوة يعني على العلاقات المصرية والإسرائيلية؟ الآن هناك توتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، ليس واضح ما مدى التنسيق بين إسرائيل ومصر، ولكن كان هناك تصريح مفاجئ للرئيس الأمريكي يقول بأن السيسي رفض في البداية فتح المعبر للمساعدات الإنسانية لرفح، وهو الذي ضغط على السيسي لفتح المعبر. على ما يبدو أن مصر ترى بقضية المعبر قضية أمن قومي، ولذلك التشديد المصري على هذا الموضوع. هي لا تريد بأي حال من الأحوال نزوح فلسطينيين إلى منطقة سيناء. في البداية كان هناك مخطط إسرائيلي أمريكي عمليا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وحتى الأمريكان اقترحوا على مصر عمليا أن يمحوا لهم كل الديون المصرية، ولكن مصر لم توافق على هذا. طبعا الآن نحن نشهد وضع مختلف عن الفترة من 2013 عندما تسلم السيسي الحكم في مصر.
وحتى 7 أكتوبر اللي كان في هناك تنسيق عالي المستوى بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية ومصالح مشتركة وعمليات مشتركة أيضا في سيناء. والآن نحن نرى أن هذه الأمور بدأت تختفي والعلاقات جدا متوترة بين الدولتين، خصوصا من القلق المصري من مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. نعم، نقطة أخيرة دكتور سليم نود أن نناقشها معك بخصوص الهدنة المرتقبة أو الحديث عن الهدنة. طبعا هل هذه الهدنة ستدخل حيز التنفيذ، ستبصر النور، أم ستكون مثل مصير الهدنات السابقة التي تم الحديث عنها لكن لم تطبق على أرض الواقع؟ هذا لب النقاش الذي كان عمليا في الكابينيت الأمني الذي استمر لحتى الساعة الثانية صباح اليوم، وكانت هناك مناقشات حادة جدا حول هذا الموضوع، لأن الأمريكان يعتقدون بأن هناك إمكانية لصفقة وإمكانية لهدنة. طبعا نحن نتحدث على 145 يوم أو 135 يوم و10 أيام إضافية على ما يبدو لتحضير للحركات المقبلة، أو لأنه نحن نتحدث عن وضع تدريجي. ومن ناحية المبدأ هذا ممكن، ولكن المشكلة هي في تركيبة الحكومة الإسرائيلية. الآن رئيس الحكومة والمركبات الفاشية في الحكومة يرفضون أي نوع من هذه الهدنة ويعتقدون بأن الهدنة ستخدم حماس، بينما الكثيرين بما في ذلك الأمريكيين يعتقدون بأن هناك إمكانيات للتقدم مع حماس في المفاوضات، وأن تكون هناك هدنة قد تمتد أيضا ليس فقط كهدنة إنسانية، وإنما أيضا قد تمتد مع الوقت لوقف مطلق لإطلاق النار، ما لا تريده إسرائيل نهائيا. نعم، شكرا لك دكتور سليم على جميع هذه الإيضاحات التي تفضلت بها. كان معي من حيفا الدكتور سليم بريك، محاضر وباحث في العلوم السياسية. أشكرك جزيل الشكر.